انا اول ما قبل لا يبدا التحكيم لما اعطانا الاوراق عشان ننزل ساحه التحكيم ونبدا نزور كل طالب، فرحت لمعظم الطلبه اللي كانوا في الطريق تبعي، سواء كانوا في الليسته تبعي او لا، رحت سلمت عليهم وقلت لهم معكم اخوكم احمد الله المحكم، حبيت اني اهنيكم اولا وابارك لكم واطمنكم ترى الوضع تمام، وخذوا راحتكم اذا انتم تفضلون انكم تشرحون لي البحث تبعكم بالعربي اشرحوه بالعربي، لا ترتبك وانك تقول لا لازم انجليزي، خذ راحتك اشرح لي اياك كصديق اها مو حكم، عاديك تاخذ راحتك في الكلام. يعني هذول اولاد لما رحت شفتهم يعني كان قلبي معاهم، قول يعني فالكم التوفيق، انتوا وصولكم لهنا خلاص هذا الفوز.